يحللون ويحرمون، يحببون ويكرهون، وكل يغني على فتواه. فوضى الإفتاء في الجزائر، أو من يتحدث باسم الله؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم بولي ويك، وفيه التقرير ومستجدات الجدل. في ظل افتقاد الجزائر لمجلس أعلى للفتوى، ومع التردد الذي رهن مشروع مفتي للجمهورية، وفي فقرة على الرصيف رأي المواطن في القضية. كل إنسان يقرأ شوية حرف من القرآن ولا يلقى مسألة ولا يولي يفتي. باقي بوخلفة ورسوماته الساخرة أيضا حاضرة في بوليويك. هذه أجندة بوليويك لنهار اليوم، وهؤلاء الضيوف. أرحب بالشيخ جلول حجيمي، رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وعمال قطاع الشؤون الدينية، مرحبا بك. أرحب بالشيخ عمار طالبي، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ عدة فلاحي، المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية. لكن قبل أن نسترسل في النقاش، اسمحوا لي أن نقف عند هذا التقرير الذي يرصد لنا أهم أسئلة الجدل. ما شاء الله، الدجاج. صعق الدجاج أو تدويخه قبل الذبح واحدة من القضايا التي لا تزال تدوخ المواطن البسيط الملتزم بدينه والمتحري لحلال أكله وشربه ومعاملاته، في ظل افتقاد الجزائر لمجلس أعلى للفتوى، ومع التردد الذي رهن مشروع مفتي للجمهورية كان من شأنه تجنيب الجزائريين حالة التوهان بين الشيوخ والمذاهب. وإذا كانت قضية الدجاج ستجد حلا لها ربما من خلال المجالس العلمية الولائية التي قال الوزير إنه سيجمعها منتصف شهر جوان، فإن عديد المسائل الخلافية الأخرى تبقى محل الاجتهاد الفردي وتضارب الفتاوى العابرة للقارات عبر القنوات الفضائية. فتاوى جاهزة لا مراعاة فيها لفرق الزمان والمكان، تعبث بتناسق المجتمع ووحدة الشعب، وتتحمل الوصاية مسؤولية كبيرة فيها بتعمدها الخلط بين السياسة والدين، الذي يكون رأيه واضحا عندما يتعلق الأمر بموعد انتخابي، لكنه يبدأ بالتململ والتردد إذا تعلق الأمر بحرمة المعاملات الربوية، رغم ما أثارته من جدل. مآسي سنوات التسعينات التي حصدت آلاف الشباب المغرر بفتاوى الجهاد الخادمة لمصالح وحسابات السياسة لا يبدو أنها همست في أذن الوصاية بشيء، فغياب أو تغييب خلفاء الشيخ أحمد حماني والشيخ عبد الرحمن الجلالي من المرجعيات المعتدلة والوسطية لا يزال هو الواقع. ومع أن الجزائر استطاعت طي صفحة التطرف المسلح بتعرية الفكر الدموي من لباس الدين، غير أن ذلك تم بشيوخ ومرجعيات أغلبها لم تكن جزائرية، واللافت غض الطرف عن فتنة أخرى تتخمر في المساجد التي تحولت إلى حلبات يبدع فيها المصلون بعضهم البعض على مرأى من أئمة يصل بهم ضعف المستوى إلى تحريف آيات القرآن الكريم، بل والشرك بالله أحيانا. التقرير للزميل محمد شارفي، سنحاول أن نجعل منه متكئا لنقاشنا مع الضيوف الكرام. اسمح لي أن نبدأ بالشيخ عمار طالبي الذي شرفنا بحضوره في هذا النقاش. ربما السؤال المنطقي الذي نبدأ من خلاله حديثنا سي طالبي، هل تقرون بوجود فوضى للإفتاء في الجزائر؟ تحدث ربما فترة تقريبية من فتاوى أمراء الجية وصولا إلى فتاوى الطلاق بالأسماس. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن الفتوى تسودها فوضى كبيرة وليس فوضى بسيطة، وأسباب ذلك ترجع إلى أن الذين يفتون للناس ليسوا أهلا للفتوى، وهؤلاء يجب منعهم لأنهم غير مؤهلين. لأن من تقصد بالتحديد؟ العلماء القدماء لا يسمحون لأي واحد أن يفتي للناس حتى يبلغ درجة كافية من الفقه في الدين ويشهد له العلماء ويجيزونه. وأما إذا كان يقرأ بعض الكتب ويعمل حلقات مع بعض الأساتذة ثم يزعم بعد ذلك أنه أصبح أهلا للفتوى، هذه الفوضى هي تضلل الناس، وهذا الضلال هو الشخص نفسه ضال في نفسه ويضلل الآخرين بجهله وعدم
فقهه، لأن الفقه في الدين شرط أساسي، الفقه الكبير أساسي لمن يتصدى للفتوى. أما إذا أبحنا الباب، فتحنا الباب لكل مدعي، فهذا هو الذي يؤدي جميل. الفوضى. الشيخ طالبي ربما تحدث عن معطى شمولي، أنه قضية ليس فقط من أسدل من أرسل اللحية أو لبس قميصا وتحدث ببعض الآيات القرآنية يمكنه أن يفتي. نحن الآن نتحدث عن أئمة. الشيخ جيمي، أنتم تمثلون التنسيقية الوطنية للأئمة وعمال شؤون عمال قطاع الشؤون الدينية، ربما تمثلون شريحة كبيرة من هؤلاء الأئمة الذين يلجأ إليهم المواطن الجزائري في أسئلة دينه ودنياه. هل تعتقدون أن كل إمام في الجزائر يحق له أن يصدر فتوى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن موضوع الفتوى موضوع ذو أهمية بالغة، لأن تمس دين المسلم وأهم شيء ما يتعلق بدينه. ولا شك أن الإفتاء والفتوى لها ضوابط، وتعتمد هذه الفتاوى المتعلقة بالاجتهاد وما ينبغي أن يكون صاحبه متعلقا به في الاجتهاد، أو الفتاوى التقليدية. الفتاوى التقليدية المتعلقة بالصلاة والصيام والحج والزكاة والعبادات والوضوء هي فتاوى نقرأها جميع الأئمة، لهم مقررات يتعلمونها. فأولا لا يمكن أن ينتسب إماما إلى معهد من معاهد الشؤون الدينية إلا إذا توفرت في شروط معينة، وأقل هذه الشروط معينة أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يرى مدة التكوين لمدة 3 سنوات، وأن يرى هذه المقررات ما إلى ذلك. فهذه الفتاوى التقليدية، من قلد عالما لقي الله سالما. أما في القضايا الاجتهادية والمعاصرة والحديثة التي تحتاج ذو كفاءات عالية وتخصصات متعددة، وأحيانا حتى الفقيه كما أشار فضيلة الأستاذ الدكتور عمار طالبي يحتاج إلى من يلجأ إليه سواء في الطب أو في الفلك وما إلى ذلك، حتى تكون هذه الفتوى كاملة الجوانب ويكون الأمر مستلزم الاتباع بها. ومن هنا يمكن أن نتحدث أن الفتوى تنقسم إلى فتوى تقليدية عادية في العبادات، هذه يمكن لأي إمام أن يفتي مفتيه، وأن لا تكون فيها فوضى باختلاف مدارس معينة. وأنا أعطيك، نحن مقبلين على رمضان، إحنا عندنا مثلا الذي أفطر في رمضان متعمد ينبغي كذا نفتي به كذا، أو ناسيا نفتيه كذا، ناسيا يعيد اليوم. العلماء فقهاءنا في السادة المالكية وغيرهم يعني يؤكدون هذا، على أن اليوم له شأن له مكانة فقضاؤه. فيأتي شخص آخر فيقول إنما أطعمك الله وسقاك، ومن هنا يصبح لدينا فوضى بين الشارع، فتوى الشارع وفتوى الطفيليات، والفتوى التي ليست مهندسة في قالب موحد ألا وهو المرجعية الدينية التي ندعو إليها، أن يكون الناس يسيرون على منهج متناسق، منهج عام يجمعهم في قضايا التعبدية. أما القضايا الاجتهادية والتعليمية والأكاديمية، جميل. بالحديث الشيخ حجيمي عن القضايا الاجتهادية بعيد عن الفتاوى الابتدائية التي تحدثت عنها. سي عبد الفلاحي، أنتم كنتم مستشارا في وزارة الشؤون الدينية وتعرفون جيدا كيف تدار مثل هذه الأمور بشكل رسمي داخل الوزارة. بالحديث عن الفتاوى الاجتهادية، طالعتنا وزارة الشؤون الدينية مؤخرا في موقعها على الانترنت بفتوى تتعلق بقضية سرع الدجاج وقضية تحريم أو تحليل اللحم الذي صرع قبل ذبحه. لذلك سأريد الفتوى كما جاءت في موقع الشؤون الدينية، في موقع وزارة الشؤون الدينية على الانترنت، ونعلق عليه بعد ذلك. الفتوى حول السرع والسعق قبل الذبح تقول، أو السؤال الذي طرح على اللجنة يقول بالحرف الواحد: ما حكم الشريعة الإسلامية في السعق الكهربائي والقرع والنقر في رأس الحيوان المأكول اللحم قبل الذبح، وكذا طريقة الذبح الآلي التي تستخدم في بعض المذابح؟ الجواب الذي جاء في الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية جاء بالحرف التالي: إن أغلب المذابح والمسالخ اليوم تقوم بسرع الحيوانات والدواجن المأكول لحمها بالكهرباء قبل ذكاتها ذكاة شرعية، وهذا بحجة التخفيف على الحيوان أو ذبح كميات كبيرة في اليوم بحيث تلبي الطلب المتزايد على اللحوم. والضابط الشرعي في هذه المسألة هو إذا كان هذا السعق لا يزهق الروح بل يفقد الوعي فقط، بحيث لو ترك الحيوان مدة يمكنه أن يصحو ويستفيق فإن ذكاته في هذه الحالة
تعتبر زكاة شرعية ويحل أكله، إلى آخر الفتوى التي ختمت والله أعلم والتوقيع لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، فتوى يرى المتابعون أنها فتوى فضفاضة لم تحدد هل هذه العملية التي يروج لها مؤخرا شرعية أم غير شرعية. سعادة شكرا على سمحني على إطالة السؤال. معلش. لا هو قبل الإجابة على السؤال إضافة بسيطة يعني على أرى أنها مهمة يعني. نعم. فيما يخص الموضوع الذي بدأت به الحديث، ففي البداية أقول بأنه لما نقول بأن هناك فوضى في الفتوى بمعنى أنه هناك غياب لضوابط هذه الفتوى، وأعتقد بأنه الجزائر تفتقد لنص شرعي لوضع حدود ومقاييس لمن يتصدر لهذه الفتوى. وأنا هنا ربما أتحدث بصفتك برلماني سابق، سبق وأن تقدمت بمشروع في هذا المجال لضبط الفتوى من الناحية القانونية، ثم أثرت الموضوع مجددا لما توليت مسؤولية مستشار إعلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لما استفحلت فوضى الفتوى بالتعدد الإعلامي والانفتاح. نعم. الإعلامي. نعم. لأن الانفتاح الإعلامي والتعدد الإعلامي زاد من فوضى الفتوى وعمقها أكثر. أقصد داخل الجزائر وخارج الجزائر. داخل الجزائر وخارج الجزائر. نعم. وبالتالي يمكن أن نقول بأنه ما لم يكن هناك رادع، وكما هو معروف القاعدة المعروفة إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إذا لم يوضع هناك تشريع يحدد من يجوز له التقدم للفتوى نبقى دائما في هذه الفوضى. جميل. قبل العودة إلى قضية الفتوى، فتوى الفضائيات، عود لي القضية ما صدر أو ما نشر على موقع هنا أعود إلى الفتوى التي نشرت حول استخدام الصرع قبل الذبح. لابد من التذكير بأنه هذا الموضوع الذي تم نشره باسم لجنة الفتوى بالموقع الإلكتروني للوزارة أنه سبقه نص تشريعي في السابق وقع عليه وزير شؤون الدينية والأوقاف السابق ووزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير الصحة، ثم جاءت لجنة الفتوى فأفتت بما أفتت بشكل مختصر بما ربما قد يزيد من الغموض في هذه المسألة. ثم بعدما اطلع المواطن على هذه الإجابة يتصادف أنه في إحدى الملتقيات الأخيرة أنه الوزير شخصيا لما سئل حول هذا الموضوع يقول بأنه هذا الموضوع يحتاج إلى اجتهاد جماعي وسوف يناقش في المرحلة المقبلة على مستوى اللجنة العلمية. نعم. وكأنه الوزير لا علم له بما تم يعني نشره بالموقع الإلكتروني. وهنا أوضح بأنه هناك خلل. إذا قلنا بأن هناك فوضى في الفتوى على مستوى وطني وعلى مستوى دولي، الفتوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي كذلك تعاني بنوع من الفوضى، بمعنى أن الوزارة، وهنا لا أتجني على الوزارة بقدر ما أريد أن أوضح المسألة وفقط، وإنما لما يكون هناك يعني ربما عدم ضبط المسألة بشكل قانوني الوزارة تكون جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. طيب سعادة، قبل ما نعود للوزارة، الكثير من الأئمة والشيوخ تفعلوا كثير مع قضية الفتوى الأخيرة حول صرع الدجاج. معنا عبر الهاتف واحد من الذين قالوا قولتهم في 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 هذا الموضوع، الشيخ شمس الدين الجزائري. مرحبا بك. أهلا يا أخي، مرحبا بكم. الشيخ شمس الدين، ربما استمعت إلى جانب من النقاش، نحن نطرح نموذج هذه الفتوى الأخيرة التي علقتم عليها كثيرا مؤخرا في الإعلام. أولا، كيف تعلقون على ما جاء على لسان سي عدة فلاحي؟ الله يحفظك يا أخي. أولا أنا أريد أن أنبه إلى أن الذين أباحوا يعني صرع الدجاج قبل ذبحه أو صرع الحيوان قبل ذبحه ما استفتوا حتى إنسان. الناس كانت مشغولة بالانتخابات وإذا بنا نص ذنب معصوم في الجريدة الرسمية يبيح صرع الحيوان قبل ذبحه ويقول حسب الشريعة الإسلامية. فالذين وضعوا هذا القانون في الجريدة الرسمية ما استفتوا حتى إنسان، ما استنوا حتى فتوى، بدليل أن الوزير يقول سنناقش الموضوع. إذا قبل ما نتكلموا على فوضى الفتوى نتكلموا على فوضى التقنين، فوضى التشريع. شكون هذا اللي افتى ولا اللي خدا قرار يسمح بصرع الحيوان قبل ذبحه؟ هذه مسألة واحدة الأولى. المسألة الثانية،
أن الجزائر ما تعاني حتى مشكل في موضوع الذبح. الحمد لله الذبح الحلال موجود والمذابح موجودة وما عندنا حتى ندرة في موضوع الدجاج. ما فهمناش وعلاه رايحين يلتاجوا إلى مرسوم يبيح صارع الحيوان قبل ذبحه. ثالثا راح الصحافة سقسوا وزير الشؤون الدينية نفسه غلام الله سابقا قال أنا ما عنديش علم، اسألوا الفقهاء. فهو يمضي على إباحة صارع الحيوان قبل ذبحه وهو لا يعلم، قال اسألوا العلماء أنا خاطيني. جميل الشيخ شمس الدين، خلينا فقط حتى لا نتوغل في المثال الذي طرحناه. الشيخ طالبي الدكتور طالبي تحدث ايضا على فوضى المفتين، من يحق له ان يفتي في الجزائر؟ من الذي خول لكم شيخ شمس الدين ان تتحدثوا في مثل هذه القضايا الكبيره التي سماها الشيخ حجيمي بالفتوى الاجتهاديه؟ اولا هذه ليست قضايا كبيره، موضوع الحلال مبين والحرام مبين، صاع الدجاج قبل ذبحه ليست قضيه كبيره، ليس هذه هي القضايا الكبيره. كل إنسان يملك علم في المسألة يجوز له أن يفتي فيها. ابقى معي شيخ شمس الدين، ابقى معي في النقطة هذه، أريد أن أربط ما قلته مع الشيخ الدكتور عمار طالبي. ما رأيكم فيما جاء على لسان الشيخ شمس الدين؟ كل من يملك العلم أو يحيط فقهيا بهذه المسألة يمكنه أن يفتي. هنا لابد أن نفرق بين المسائل التي قررها الفقهاء ويعمل بالمشهور من أقوالهم، هذه موجودة في الكتب، يستطيع أن يطلع عليه كل فقيه ويفتي بها ولا يأتي بشيء جديد، يفتي بما قال به الفقهاء ولكن يعتمد القول المشهور. أما في هذه المسألة اللجنة تقول إنها لجنة الفتوى بالشؤون الدينية، معنى ذلك أنهم تشاوروا وتحاوروا وأفتوا واستدلوا على فتواهم بأدلة، أليس كذلك؟ لكن ما الذي دعاهم إلى هذه الفتوى؟ هل كما ورد في الفتوى هل الصعق تخفيف على الحيوان أم الصرع وتعذيب تصريعه بالقوة الكهربية، هذا تعذيب له أم تخفيف عليه؟ ولذلك فإن الفتوى تحتاج إلى أولا ما هو السؤال الذي وجه وما هي الظروف، لأن الفقيه لا يفتي إلا بأمرين، الأمر الأول أن يعرف الواقع وأن يعرف موضوع الفتوى معرفة جيدة، فإذا كان لا يعرفه يسأل أهل الاختصاص فيه، إذا كان حيوانات نسأل البيولوجيين الأطباء لابد أن نأخذ رأيهم. الفقيه لا ينفرد وحده في بعض المسائل، لابد أن يكون فقيهم بالواقع وفقيهم بالنصوص. جميل. التي ينزلها على الواقع. جميل دكتور، أنا في السياق هذا عندي سؤال من فقط أسئلة. الإمام مالك نعم. في الموطأ نعم. لا يقول هذا حرام ويقول هذا رأي، لا يجرؤ، وهو إمام من أئمة المسلمين المجتهدين، لا يجرؤ أن ينطق بكلمة حرام، ولكن الإخوان في عصرنا هذا يستبيحون هذه الكلمة وينطقون بها في كل فتوى، هذا لا يجوز في هذا السياق. شيخ طالبي عندي سؤال من أسئلة عندي سؤال من أسئلة الدكتور من أسئلة الفيسبوك بق فقط يصب في الشأن اللي كان يقول فيها الدكتور طالبي. سؤال من كريم قاسي، هل كل من يلبس قميصا ويطلق لحية ويحفظ بعض آيات القرآن يخول له الفتوى؟ سي حجيم. أبدا، فقط أنا أعلق على مسألة دقيقة تحتاج إلى ضبط. نعم. المسألة هذه تدخل في القضايا الاجتهادية لأنها لم تكن موجودة حاجة تسمى صعق بالكهرباء، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في بعض، مسألة حديثة والصعق بالكهرباء. المسألة المتعلقة نصا، هل التدويخ هو معناها الصرع أم هناك تدويخ وهناك صرع؟ هل الملابسة التي طرح من أجل هذا الموضوع، هل أليس أن الصعق بالكهرباء هو أشد عذابا من الذبح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. المسائل المتعلقة بين أهل السنة جماعة وبين العلماء الآخرين فيما يتعلق بالذبح هي مسائل معروفة مضبوطة، لها ضوابط مبنية في الزكاة الشرعية، والزكاة مرتبطة بقوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن خلال النحر جاءت كل البهائم الحلال من أكبرها إلى أصغرها، فليس عندنا فرق بين الصغير والكبير، فهذا شيء يسمى زكاة شرعية حلال،
ولا بد لكل من يريد أن يعرف ذلك من المسلمين أن تكون زكاته شرعية، ينبغي أن تنضبط في هذه الضوابط. المسألة الأخرى، لا شك أن عندنا نحن شعب عاطفي نحب الإسلام ونحترم كل من يحمل هذا الزي، وليس العلم حكرا على أحد كما قال أخونا الشيخ شمس الدين، لكن لا ينبغي أن يتصدر الفتوى إلا بضوابط. أنت تحسن السياقة لكن ليس عندك رخص السياقة فأنت ممنوع من السياقة. ليس يعني عندك رخص، اللي ما عندوش رخصة فتوى يعني لا يمكنه أن يفتى. نعم، حتى يفتوك وحتى تتصدر علم الفتوى وحتى تتعلم على العلماء. ولماذا أخذ العلماء منذ القدم طرق التزكية وطرق عن الإجازات الشرعية وكل هذا من ضوابط؟ حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم. من أعطاك الرخصة حتى تفتي يا شيخ شمس الدين؟ أنا الذي أعطاني الرخصة هو العلم يا أخي. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أيما إنسان يعلم بأن تدويخ الحيوان قبل ذبحه لا يجوز، عليه أن يقول لا يجوز، وهذا ليس تجرؤ على الفتوى. كل إنسان يعرف هذه المسألة عليه أن يبلغها. هل الناس اللي يفتوا بجواز صنع الحيوان قبل ذبحه، احنا نقول لهم بأن الذبح عبادة، الزكاة في الشريعة الإسلامية عبادة، والعبادة قائمة على التوقيف، لا يجوز الزيادة فيها ولا الانتقاص منها. من أين جاءوا بموضوع الصعق الكهربائي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رايحين يتلاعبون بالنصوص، قال لك باللي الصعق الكهربائي إراحة للذبيحة. يعني في فرنسا لما كانت تعذب المجاهد الجزائري بالكهرباء كانت تريحه. هل كان عاقل يقول باللي الصعق الكهربائي هو إراحة للحيوان؟ من أين هذا؟ نحن لا نعرف في شريعتنا إلا الذبح، الزكاة الشرعية. هذا المعصوم جاء تحضيرا لدخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية التي لا تعترف لا بحلال ولا بحرام، بدليل أن المعصوم خرج ولم يستفتوا أحد. يعني أليس من الواضح أن يطلبون الفتوى بعد خروج المعصوم؟ جميل. المفروض أن يبحثوا عن الفتوى قبل صدور المعصوم في الجريدة الرسمية. شيخ شمس الدين ابقى معنا. نعم. سي عدة فلاحي، كنت تريد أن تعقب، أعتذر على مقاطعتك. لا، أنا تعقيبا على ما تفضل به الدكتور طالبي، أردت أن أقول بأنه حتى الفتوى، وأنا كنت على تواصل يعني مع بعض الإخوة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف حول هذه المسألة. أعتقد بأنه إذا قرأنا الفتوى رغم ما أثرته من لغط، إلا أنه ركزت على قضية الضرورة، إذا كان فيه هناك ضرورة، وثانيا إذا كان استخدام الصعق لا يتسبب في ضرر، هناك شروط وضعت في المسألة. ثالثا ركزت الفتوى على أنه استخدام الصعق يعود لأهل الاختصاص، بمعنى أنه ليس لكل من هب ودب أنه يقدر نسبة استخدام الصعق الكهربائي، بمعنى أنه رغم ربما تعليقنا على الفتوى أنها جاءت في سياق زاد يعني غموضا حول هذه المسألة، إلا أنه أوضع كثير من، ولكن أكثر ما يجب النقاش حوله هو أنه الوزير شخصيا يجهل أن الفتوى تم يعني تسريبها للموقع الإلكتروني، ويقول بأنه سوف تناقش هذه المسألة حينما يجتمع المجلس العلمي. فالقضية الجوهرية، المواطن لا يفهم مثل هذه التعقيدات. هل على إذا استندنا إلى هذه الفتوى، هل على أي مواطن يريد أن يأكل لحم الدجاج أن يذهب إلى المذبح ويشوف هذه الذبيحة صرعت قتلت قبل ذبحها أو لا؟ يعني هناك تعقيدات كثيرة. نريد لا تعقيدات كثيرة، ولكن المثل شمس الدين تعقيبا على شيخ شمس الدين يريد أن يعقب عليك فقط. يعني رغم احترامي للمشايخ والمتصدرين للفتوى أو للعلم الشرعي، إلا أنه المثل الشائع يقول بأنه القميص لا يصنع القسيس، بمعنى أنه أصبحت يعني المجال مفتوح للفتوى حتى لبعض من ليس لهم أي تكوين شرعي ويفتي في هذه المسألة. فوجدنا أنه هناك من يفتي بجواز إرضاع كبير، ومع ذلك يقول بأنه له من الدراية ومن العلم، هناك من
يقول بأنه يجوز التدخين خلال شهر رمضان وأنت صائم، ولما يسأل يقول بأنه أنا أمتلك كثير من العلم الشرعي. حتى نوال السعداوي حينما تفتي في كثير من المسائل تقول بأنه والدها هو شيخ أزهر وتمتلك من العلم الشرعي ما يؤهلها للفتوى. إذن كل شخص يعني يدعي بأنه يملك يعني علم شرعي ومؤهل لإصدار الفتوى ويعطي رأيه في المسألة، إذا فتحنا هذا الباب وكل شخص يدعي بأنه يملك علم شرعي، هنا نزيد من تعميق فوضى الفتوى كذلك. وأؤكد بأنه لابد ولابد ولابد ثلاث مرات أنه من وضع التشريع يحمي الفتوى من الاستباحة. جميل، أنا أستغل وجود الشيخ طالبي معنا حتى ربما نعطي رؤية، نعطي فتوى شرعية حتى نحسم بها الجدل. المشكلة سيدي حتى نخرج من قضية، حتى نخرج من مثال صرع الدجاج وننتقل إلى محور آخر. تقول اللجنة بأننا نرجع إلى أهل الاختصاص، لكنها قبل أن تفتي ترجع إلى أهل الاختصاص، فلماذا لم ترجع إليهم حتى تكون فتواهم مبنية على خبرة أهل الاختصاص؟ من هم أهل الاختصاص؟ أهل الاختصاص شيخ شمس الدين يقول أنه من 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 يملك زمام العلم يمكن أن يصبح في كل واحد يعرف مسألة معرفة له أن يقولها، ولكن أن يصبح يفتي في كل شيء بدون أن تكون له أن يكون له تكوين في العلوم الشرعية في هذا العالم الآن في اختصاص. أما كل اختصاص يلتزم باختصاص إلا الفقه الإسلامي، كل واحد يدعي أنه فقيه، هذا لا يجوز. جميل أبداً. شيخ شمس الدين حتى نختم معك، هل تريد أن تعاقب على ما جاء على لسان ضيفي؟ نعم، كلام الأستاذ صحيح جيد جدا، لابد على أهل الاختصاص أن يتكلموا، ولكن المسألة التي نتحدث عنها وهي صرع الحيوان قبل ذبحه مسألة مفصول فيها، معلومة ليس مجهولة، ماشي قضية اجتهادية. شيخ شمس الدين بعيدا عن شيخ شمس الدين شيخ شمس الدين بعيدا عن هذا المثال الذي أخذنا فيه وقت كثير، الشيخ طالبي والأستاذ عدف الله يتحدثوا على معطى واضح، ليس كل من يحفظ آيات ويلبس قميص يمكنه أن يفتي. نعم كلام صحيح جيد وأنا أوافق عليه، وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا، ولكن ليس كل من يملك كوستيم يدير القانون في جريدة رسمية ويبيح الحرام. جميل شيخ شمس الدين الجزائري، شكرا جزيلا لك على مداخلتك. اسمح لي فكرة ذات أهمية، وهي أن فوضى الفتوى هذه ترجع إلى أسباب اختلاف المذاهب، فأنت جزائري مثلا تسأل في مسألة، تسأل أحد الحنابلة فيفتيك على المذهب الحنبلي. نعم، ولذلك لابد من وحدة المرجعية في بلادنا، تكون وحدة مرجعية، وإحنا ندعو إلى توقية المذهب المالكي وتدريسه وتعليمه للناس، وقرون نحن على المذهب المالكي. هذه نقطة مهمة سنتطرق إليها في المحور. يفتي برأي أبي حنيفة، وهذا يفتي برأي الإمام الشافعي، وهذا يفتي برأي الإمام الحنبلي. نحن في بلادنا لابد أن نضع يعني ضوابط في وحدة الفتوى. نقطة مهمة سنتطرق إليها في المحور. إلا للضرورة يمكن أن نفتي برأي آخر غير المالك، مثلا في زكاة الفطر يمكن لنا أن ندفعها قيمة، وهذا ليس هو مذهب المالكي وإنما مذهب أبي حنيفة، لأن هذا الرأي أصلح وأنفع للفقير لما تكون عنده أموال يشتري أي شيء يحتاجه. لما أنت تعطي له دقيق ولا زبيب ولا تمر ماذا يفعل؟ يروح يبيع وهو لا يحتاجه. ولذلك لابد من المرجعية، وأن يكون الأئمة قائمين بواجب في تعليم الفقه المالكي في كل مسجد. أما أن يأتي الإمام يوم الجمعة ويخطب نص ساعة ويبقى موظفا، ما هذا؟ هذا لا يجوز. نعم. مدخل مهم سنتركه للمحور التالي من بولي ويك. قبل أن نسترسل نترككم مع فقرة على الرصيف ورأي المواطن في القضية. احنا في الجزائر وكل طريق يلغى بلغاه، كل إنسان يقرأ شوية حرف من القرآن ولا يلقى مسألة ولا يولي يفتي. اختي بصح في الفتوى كاين كتاب الله وسنة رسوله، واللي ما جات في الكتاب والسنة كاين فيها اجتهاد تاع الصحابة رضوان الله عليهم وكاين تاع السلف الصالح. لازم تعرف واش من الإمام وتعرف واش من المذهب متبع وتعرف كذا، كاين أمور بزاف اللي لازم تشوف ليها، ماشي هكذا برك إمام يروح يفتي لك تقول أنا سي بون أنا فريت الفتوى تاعي. لازم تتبع إمام يكون عالم، يكون ثيق فيه
ويكون متبع المذهب تاعنا وخلاص. هذه هي نقول ما ولا داروا تما كاش عالم باغ اكزومبل نقولوا علي فركوس ولا تسمع علم معروف في الشريعه. هذه نورمالمون حرام، ماشي تاع تصرع دجاجه قبل ما تذبحها، سي حرام، حاجه حرام نورمالمون، حاجه تذبحها سما حنا محلل علينا الذبح ماشي الصرع. فيهم وعليهم، كاين المشايخ الكبار اللي نعرفوهم نديروا فيهم الثقه، بصح كاين اللي ما نعرفوهمش واسمهم ما نقدروش نديروا فيهم الثقه. نو لازم يتذبح الجزء، لازم يتذبح. فتوا كاير، شوفي دوكا اللي راه يربي لحيه يجي يفتيلك. كاين اللي عمره ما صلى، رقد وناض ربى لحيه يجي يفتيلك. كاين اخر اختصاص في الدين اسمه سبيسيال يقراوا الدين. كاين دوكا اللي في الشارع كل واحد يفتي. قلت لك احنا في بلادنا كل حاجه يجوز. فهمتي؟ حنا المصري يفتي نورمال، حنا البانتر يفتي نورمال، اللي يخدم في لابوبال يفتي نورمال، المهم كاع نفتو عادي. كاين علماء كبار ها ويجتمعوا، مش هكذاك الفتوى، مش واحد قاعد يفتي وحده. فتوى هذه كاين علماء، العلماء هم يجتمعوا ومن بعد يخرجوا من الشارع. كاين قران، كاين مرجع، كاين قران وسنه. شيخ جلول حجيمي، ربما استمعنا إلى رأي آراء المواطنين التي لا تختلف كثيرا عن ما جاء في ما قاله أو في آخر ما قاله الشيخ عمار طالبي. لا بد من مرجعية دينية محددة يلجأ إليها جميع الجزائريين، ونحن نعرف أنه مرجعية المذهب المالكي في الجزائر متأصلة، ولا حتى لا نفصل كثيرا في قضية ما تعرضت إليه هذه المرجعية مؤخرا، لكن هل تقرون أن الجزائري الآن محتاج إلى العودة إلى مرجعيته المذهبية؟ أكيد لا شك أننا نحن من دعاة مع كل الخيرين إلى المرجعية الدينية الوطنية، لأن في رأينا هي صمام أمان وضمان للاستقرار الفكري والروحي والاجتماعي والديني في المجتمع، حتى نتعايش وفق رؤية شرعية سنية على مذهب الإمام مالك، وهو أكثر المذاهب الأمة الإسلامية انتشارا وذيوعا، وهو إمام دار الهجرة، ولا يفتوى مالك في المدينة، ومالك حجة بيني وبين الله. هذا لا يعني أننا نتجاوز المرجعيات الأخرى أو المدارس الفقهية الأخرى. كل هؤلاء السادة الأجلاء، سيدنا الإمام أحمد وأبو حنيفة النعمان والشافعي وصفيان الصلح، هؤلاء علماء أجلاء هم على رأسنا، وعلى يعني هم هؤلاء خيرة الأمة. لكن المرجعية المقصود هذه مدرسة فقهية تسير على هذا المنهج، حتى لا يكون تصادم ولا يكون تكالب. فمثلا كل قضية من القضايا التي ذكرت تحتاج إلى تحديد. مثلا المجتهد، عندنا مجتهدين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. عندنا مجتهد في المذهب ومجتهد مطلق في جميع المذاهب، مقيد بالمذهب وخارج المذهب. رحم الله الناس يحدث، رحم الله من قال يحدث للناس أقضية بما أحدثوا من فجور، إنما الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل الناس. لكن شيخ حجيمي، ما الذي يدفع الجزائري إلى اللجوء إلى قنوات أجنبية سواء كانت وهابية أو شيعية ليطلب فتوى حول مسألة دينية أو دنيوية تهمه؟ لماذا لا يلجأ إلى هذه المرجعية التي تقول أنها متأصلة في الجزائر؟ أولا هذه لها أسباب، من الأسباب أننا نحن مغنية الحي لا تطربه، مغنية الحي لا تطربه. إذا غادرنا هذه البلاد وكنا في بلاد أخرى تجدنا على أعلى العليين. إذا رجعنا إلى هذه البلاد لا يعرفك أحد، هذه مصيبة رقم واحد. المصيبة الثانية مصيبة فكرية، أننا دائما نشك في إنتاجنا، سواء إنتاج فكري أو علمي، حتى المادي، حتى لباسنا نشك فيه. الأمر الثالث، ليس هناك ترويج لهذا الخير الموجود عندنا. عندنا علماء في الصحراء وفي الشرق وفي الغرب، من يمتلك من العلم ما يكفيه ويكفي هذه الأمة، لكن لا حياة لمن تنادي. شيخ عمار طالبي، مغني الحي لا يطرب، أو مفتي الديار لا يطرب، أو لا يفتي بالشكل الذي يرضى عليه المواطن الجزائري. أنا أقول بأننا مقصرون في تأدية واجبنا، أي من حيث تعليم الناس ونشر المذهب المالكي. الحنابلة لهم أموال وينشرون كتبهم ومذهبهم في جميع أنحاء العالم في المساجد ويتبرعون، ولكن أين الذين يكتبون في المذهب المالكي وينشرونه ويعلمونه؟ المساجد فارغة لا تعلم إلا نادرا،
وكانت قبل حتى في عهد الاحتلال مليئة بالدروس في الفقه المالكي. الآن الفقه المالكي غاب وضاع في الكتب، فلماذا لا ننشر أمهات هذه الكتب؟ ولماذا لا نؤلف أيضا تأليف بسيطة وصغيرة وبأسلوب عصري يفهمها الناس؟ ولماذا لا نقيم دروس يومية في كل مسجد؟ فأئمتنا إلى اليوم، وأنا اقترحت على وزارة عدة مرات أن يكلفوا بدروس في الفقه والحديث والتفسير والسيرة في المساجد. أما الإمام يأتي يخطب يوم الجمعة نص ساعة ثم السلام عليكم، كيف يحل له هذا المرتب؟ باب مهم، أنا خليني نأخذ رأس الخيط من عندك ونديه للسيادة الفلاحي ونسيس القضية شوية باعتبار أنك نائب برلماني سابق وأيضا كنت بقبعة رسمية أو شبه رسمية داخل وزارة الشؤون الدينية. هل هناك إرادة هل هناك إرادة سياسية في الجزائر لعدم الخوض في مثل هذه الأمور، حتى قضية ملف مفتي الجمهورية بقى يروح مكانه على مكتب الوزارة وعلى مكتب الرئاسة أقول طيلة أكثر من 8 سنوات؟ سعد، أكيد يعني ربما كنت أنا من سرب يعني مشروع القانون الذي تم إيداعه على مستوى رئاسة الجمهورية يوم في شهر ماي في نفس هذا الشهر تقريبا، يعني سنة 2000 يعني أكثر من 14 سنة ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التوضيح أنه لا يجب التشكيك في نوايا الجهات الرسمية لما تصدر مرسوم أو فتوى ونقول بأنها تريد أن تحلل ما حرم الله، وهذا كلام خطير يعني، رغم اعتراضنا على بعض الأساليب التي تستخدم في تناول قضايا مثل هذه، إلا أنه لما نقول بأن السلطة أو الجهات الرسمية أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تريد أن تحلل ما حرم الله، هذا كلام يعني لا يجب أن نتجاوزه هكذا بسهولة، وهذه مسألة كذلك تدخل في إثارة الفوضى كذلك. نعم. فندخل في معالجة فوضى الفتوى وفي نفس الوقت نساهم في إثارة الفوضى. أقول في توضيح هذه المسألة كذلك بأنه منذ 14 سنة أو أكثر تم إيداع مشروع مؤسسة المفتي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق سئل عدة مرات حول هذا المشروع وقال بأنه بما أن القضية لا علاقة برئيس الجمهورية بمعنى أنه هو الذي يملك كل الصلاحيات وكل الإمكانيات ليصدر هذه المؤسسة، ولست مضطرا لتذكيره في كل مناسبة بهذا الموضوع، ولكن حسب معلوماتي الخاصة وما جرى من حديث داخل الوزارة يقال والله أعلم بأنه رئيس الجمهورية شخصيا لم يقتنع بفكرة المفتي. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يقتنع بفكرة مفتي الجمهورية. بمفتي الجمهورية لسببين، ربما اثنين، ربما مآلات تنصيب مؤسسة المفتي قد تخلق نوع من التنازع على مستوى المنصب، هذا يتكلم بسم الله والآخر يتكلم باسم الشعب، فيحدث نوع من التنازع في ما بين السماء والأرض. المسألة الثانية، هناك من يقول من المقربين من محيط الرئيس أو على مستوى الوزارة بأنه لما تم النقاش مع رئيس الجمهورية يبدو بأنه لم يجد من يقتنع به كمفتي، يعني من يملأ عينه كمفتي، وكأنه لم يقتنع لحد الساعة بأنه المرجعية الدينية في الجزائر هي مؤهلة لأن تقوم بهذا الدور وهذا الدور الخطير. ولكن في نفس الوقت إذا تحدثنا عن الموضوع من الناحية السياسية وله مبرراته، لأنه لحد الآن المعاهد الدينية لحد الآن لم تخرج يعني مرجعيات يمكن أن يشار إليها بالبنان، ولهذا نجد كثير من المواطنين يلجؤون للفضائيات وللمرجعيات الأجنبية. لا شيء سيعد حتى أبقى في نقطة رئيس الجمهورية وقضية قضية مفتي الجمهورية، يعني ربما هذا الأمر يحسب له، هو مش حبي يحط مفتي يحسب على السلطة من مفتي الجمهورية إلى مفتي السلطة. كل واحد يقرأها من زاوية. أنا سأتكئ على سؤال من أسئلة الفيسبوك أيضا يصب في وعاء هذا المعطى. عبد الرحمن حاشي يقول ما الذي فعله مفتي الديار في البلاد الأخرى؟ ألم يحلل قتل المسلمين في مصر ويمجد الحاكم في سوريا؟
اسمح لي سيد في هذا، يعني سؤال ربما هذا يصب في هذا، يصب في هذا، هذا يصب في عندي هذا. معلومات أخرى. تفضل تفضل. الذي أعلمه أن المسألة وحيت المجلس السلمي الأعلى، نعم، وهو الذي عارض في إنشاء هذا المنصب باعتبار أن هذه المؤسسة من اختصاصاتها الفتوى، ولذلك فلا تريد أن ينافسها منافس، يعني احتكار الفتوى. فما دام هي ما دام المجلس السلمي الأعلى مؤسسة دستورية استشارية وتتبع رئاسة الجمهورية، فمن اختصاصاتها الفتوى، ولذلك عارضوا في تعيين المفتي. أما القول بأنه لا يوجد من يملأ العين، هذا ليس عذرا، لأن الرئيس ليس من شأنه الفقه. العهد على الراوي يا شيخ. ليس من شأنه أن يحكم. هناك فقهاء، وعندنا جامعة الآن من 84 وهي تخرج، جامعة الأمير عبد القادر، كلية العلوم الإسلامية، وناس حصلوا على درجة الدكتوراه في الفقه ولهم خبرة مهمة. زيادة على هذا، فإن المفتي ليس شخصا، المفتي هو لجنة جماعية يفتون جماعة، ولا يأتي فرد ويكون هو كل شيء. هذا خطأ، لأن الفتاوى في عصرنا هذا أساسها الجماعة، الفرد لابد أن يستشير غيره، ويكون الفتوى تكون الفتوى والاجتهاد جماعية. شيخ جلول الحجيمي، جماعيا، كنت تريد أن تعقب على ما جاء على لسان سعد. هو ليس تعقيبا، وهناك آراء كثيرة متعددة، معلومات على أن هناك شكل قانوني تقني بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بين المجلس السلمي الأعلى، من هو الأحق بالفتوى، من هو الأحق بتعيين المفتي. لكن هذا لا يهم، الذي يهم أننا كيف ننشئ دارا للإفتاء أو تهيئة جيل للإفتاء. نحن ما طلبنا في التنسيقية الوطنية للأئمة أن يقترح إمام مفتي كمنصب نوعي في كل دائرة، ومن خلالها يكون في كل ولاية لها مفتي ومجموعة من المفتيين على الدوائر، يطلع هذا إلى الصعيد الأعلى لكي يكونوا أو يؤسسوا دارا للإفتاء، والإفتاء له معاهد متخصصة بالإفتاء ليس للدراسات الإسلامية أو الفقهية فقط. ومن هنا نفتح باب كبير على أن الفتوى أصبح شيء ضروري. إذا كنا نخاف على الأكل المصروع والذي أطلقت عليه كلمة المدوخ، نخاف على قضايا في كل ديننا، ولازم أن نمتاز بمرجعية وبطرح عقلاني للمفتي. المفتي شخص ناطق رسمي عن الإفتاء، أما الإفتاء فهو في شكل جماعي. يكون ناطق رسمي باسم السلطة مثلا؟ لا، إذا هذا لابد من إيجاد مخرج قانوني. احنا قلنا نحن طالبنا أن المفتي لا يكون أقل، عن المفتي الجمهورية طالبنا أن المفتي لا يكون أقل من رئيس الحكومة، سلطة المفتي تكون أقوى من رئيس الحكومة. يا سي حجيمي، راه حتى عندنا البروتوكول. ليش؟ لأن لماذا؟ لأن الإفتاء هذا الأمر سياسيا، هناك بعض الفتاوى تخرج في سياقات معينة، مثلا في حملة انتخابية سمعنا فتوى اللي ما يروحش ينتخب آثم، في فترة الإضرابات اللي شملت بعض القطاعات سمعنا فتوى اللي يضرب آثم، في هل الذي صنع الدجاج على جانب أمور تجارية، هذا الذي أفتى نحلل ما حرم الله، هذا الذي أفتى رجل سياسي ليس رجل مفتي. نحن هناك خلط ما بين السياسة والدين. هناك المفتي المتخصص المجتهد، إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد بنص النبي عليه الصلاة والسلام. من يضمن حرية هذا المفتي ولا يجعله تابعا للسلطة؟ دينه وكرامته وقوته هي التي تضمن ذلك. شخصية المفتي السيميائية في المفتي وشجاعته في الحق هي من تضمن ذلك. وإذا أرادت الدولة كدولة والحكومة كحكومة تجعل رجلا أو رجالا يقابلون هؤلاء بالإفتاء، الفتاوي الطفيلية واليمين والخارج والمفبركة والتي تأتي بالدولار والبترودولار غير ذلك، يصنعون رجلا مخلصا صالحا، وهناك كفاءات عظمى كما ذكر الأساتذة والإخوان، كفاءات من الناحية الوطنية، من الخط الوطني، من الجمع بين كلمة الحق، بين إرشاد الحاكم والمحكوم، موجودين هذا. لكن نحتاج إلى شجاعة من تخرج هذا الثراء وهذا النوعية إلى الواقع، ونحتاج إلى قرارات شجاعة سياسية تجعل مفتي يتحمل مسؤوليته أمام الله، ويكون في هذا النظام الممنهج وفق تشريع. الآن نحن مقبلين على الدستور، لابد من تشريع، نحن مقبلين على الدستور. أولا ينبغي أن يوضع أن الإسلام دين الدولة على مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه، هذا الشيء لم يدرج كذا في مسودة تعديل الدستور، لابد أن يكون، ولابد أن تمس كل القضايا. قلنا إحنا قبل أيام في لقاء إعلامي
قلنا لا نرضى أن تمس الشريعة في الدستور. الشيخ حجيمي يتحدث عن دسترة دور المفتي في أو دور الإفتاء في الجزائر بشكل عام دكتور طلبي. في الحقيقة الدستور لا يتعرض لمسائل جزئية، الدستور يضع المبادئ الكلية، ففي المادة الثانية من الدستور الإسلام دين الدولة، وهذا يتبعه ماذا؟ أولا تكون شريعة الإسلام المبادئ هي مصدر التشريع الأول، لهذا مقتضى أن الإسلام دين الدولة. نعم. هذا واحد. ثانيا لما نجعل دار الإفتاء معناها فيها جماعة من الفقهاء. نعم. وتكون مستقلة، دار الإفتاء تكون مستقلة مثل القضاء. القضاء في الدول الديمقراطية مستقل عن الجهاز. نحن نتحدث عن الجزائر والقضاء في الجزائر ليس مستقلا كما تعرف. كيف يمكن أن مشروع الدستور الآن في ديباجته لا بد أن يكون هناك فصل بين السلطات، يعني الجهاز التنفيذية والقضائية والتشريعية. أما إذا كان رئيس الجمهورية يتحكم في كل هذه الأمور إذن هذا ليس ديمقراطية. لابد في الأحيان أن تستقل القضاء عن الجهات الأخرى. نعم وصلت الفكرة دكتور طلبي. أنا أحاول أن أتذكى معك فيما تبقى من الوقت سي عدة، ربما أنت خبير بكواليس وزارة الشؤون الدينية وتعرف كثير ما سيس من فتاوى فيها في السنوات الأخيرة، لو كان تعطينا شوية أمثلة على أهم الفتاوى المسيسة في عهد الوزارة اللي كنت فيها مستشار. صرح بالخفايا. يلا. لا والله أنا لا أداري يعني، وإنما ولا تماري ولا أماري. على العموم يعني أنا أعتقد بأنه ربما إذا اقتضت المصلحة الوطنية على مستوى وزير يعني أنه يصدر تصريح، والوزير في كثير من الحالات يقول بأنه ما أقوله كوزير ليس بفتوى، لا تحسبوها علي بأنها فتوى، ولكن بين قوسين هي فتوى سياسية. ففي الانتخابات مثلا فيه يعني تصريحات من سيد الوزير أنه لابد من المشاركة، ولكن يضع لها مرجعية بما يسمى بالمواطنة، بأنه لابد أنه يكون الإنسان إيجابي في هذه المسألة، ولكن في قضايا أخرى هناك يعني مواقف تكون سياسية. لما يكون هناك إضراب مثلا على مستوى وزارة التربية، لما شاهدنا في مرحلة من المراحل أنه سلك التربية قام باعتصامات وبمظاهرات وهذه مشروعة ومكفولة دستوريا، يصدر وزير شؤون الدينية والأوقاف آنذاك تضامنا مع زميله اللي هو من نفس الحزب ومن نفس التشكيلة من الأرندي أنه لا يجوز أنه يكون هناك إضراب واعتصامات للمعلمين ويعطلون يعني مسار التدريس في المدارس ويضيع يعني مستقبل الأولاد. يعني يمكن أن نقول بأنها فتاوى سياسية بين قوسين وليس فتاوى فقهية، ولكن أعتقد على العموم إذا صبت في المصلحة العامة أنا أجيزها. ولكن الشيخ حجيمي أستاذ عدة يقول لك باللي المصلحة الوطنية قد تقتضي ربما غض الطرف على بعض الأمور المتعلقة ببعض الفتاوى الدينية. عندنا ما يسمى بالضرورة. ضرورة تبيح المحظورات، لكن لا ينسى هؤلاء أن الضرورة تقدر بقدرها. نحن قلنا في وقتها أن التلميذ له حق والأستاذ له حق، أعطوا الحقوق للناس وارتاحوا. هؤلاء الأساتذة هم مظلومين ونحن ندافع عنهم، وانت باعتبارك وزير باسم المصلحه الوطنيه قدر تخرج عندنا بعض هذه الوزارات. المصلحه ينبغي مثل ان تكون مثل وزاره التجاره وتقول لك المصلحه امر سرع الدجاج يسهل عمليه العمليه الاقتصاديه في البلد. المصلحه تحتاج ان المفتي يقول بان يا فخامه الرئيس هؤلاء الاساتذه والمعلمين يعلموا ابناءنا فاعتنوا بهم، وانتم ايها التلاميذ افعلوا كذا لمصلحه الامه جميعا. اما ان تجعل الفتوى لضرب احد دون اخر فهذا ظلم بعينه. نحن قلنا هذه مسألة الذبح والتدويخ والصرع ليس لها ملابسات مضبوطة وليس لها ضوابط مشروعة وليس لها رؤى واضحة. نحتاج إلى كل العقلاء والخيرين بما فيهم من أفتى، من اسمه، من هو، كيف ذكر هذا، أي علم تلقاه، من اعطي لنا الشخص الذي أفتى بهذا. نحتاج إلى عقلية جماعية يموت فيها الأنا، يموت فيها الأنا وتكون فيها الجماعة سيدة. الدستور الذي يحكم العلاقات بين الحاكم والمحكوم ينص على جواز المظاهرات السلمية والاعتصام السلمي،
فمن الذي يجوز له أن يفتي ضد الدستور؟ وليس هنا شيء من الناحية الدينية نستعمله في النواحي السياسية والمصلحية، لا يجوز استعمال هذا في هذا. الشيخ طالبي بقات لنا حوالي دقيقة، حول أنه نستغل وجودك الآن باش نخفف الحالة شوية، وينها أغرب فتوى أو أغرب سؤال تلقيته في حياتك المهنية لطلب فتوى يعني؟ والله ماذا أقول، يعني الغرائب والعجائب كثيرة، وخاصة أن إخواننا المشارق الذين يفتون الجزائريين لا يفهمون لغتهم حتى، صحيح، ولذلك يفتون فتاوى خطأ 100%، ولذلك ننصح إخواننا أن يتكلموا مع فقهاء الجزائر يفهمون لغتهم ويفهمون عاداتهم ويجيبونهم إجابات صحيحة على الواقع الصحيح. يعني الآن أغرب فتوى هي واحد يقول له إذا كان فلان تزوج بإخوانية فعليه أن يطلقها، لأي شرع هذا؟ هذه في مصر هذه مصيبة كبرى. أنا فقط موطن إخوانية ولو في الجزائر معنا وقت كثير. يلا تفضل كلمة أخيرة شيخ جلول. لا في وقت فقط أنا أعطي كيف ملابسة الفتوى. واحدة تسأل واحد من علمائنا من علماء الحجاز أو الخليج، السلام عليكم وعلى السلام، يقول فضيلة المفتي ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام؟ ويعتقد الحمام هو دورة المياه المرحاض تولد، فقال هذا الذهاب إلى الحمام حاجة فيزيولوجية. قالت له هل تتعرى؟ قال أكيد يعني يدخل. قالت له أمام الناس؟ قال لا، يعني هو لأنه ما يعتقد أن الحمام الذي عندنا هو حمام له بخار صاونا إلى غير ذلك، حمام تقليدي، والحمام الآخر له مصطلحات أخرى. فهذا الاختلاف في هذا المعنى قد يغير الفتوى تماما عن أصلها. شيخ جلول حجيمي رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وعمال قطاع الشؤون الدينية، شكرا جزيلا لك. الشيخ الدكتور عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء، رئيس المجلس العلمي ورئيس صحيح والعميد السابق لجامعة قسنطينة، أيضا تاريخ من البحث والعمل جامعة الأمير عبد القادر. نعم، شكرا جزيلا على حضورك معنا. أستاذ عدا فلاحي أيضا دائما نسعد بحضورك معنا في جلساتنا. مشاهدينا الكرام، إلى عدد قادم من بوليويك، إذا أردتم أن تستفتوا فاستفتوا الأئمة الجزائريين. إلى اللقاء.